لم تعد المجاعة في قطاع غزة مجرد شبح يهدد السكان، وإنما أصبحت واقعاً يعيشه المحاصرون المتعرضون لحرب إبادة منذ أكثر من 5 أشهر، في ظل عدم وجود وقفة دولية جادة لإيقاف العدوان الصهيوني. الوضع في شمال قطاع غزة وضع يرثى له من جميع مناحي الحياة. الآن تنتشر الأوبئة والأمراض والمجاعات، يعني بالنسبة للمجاعة يعني تكاد الأطفال كل يوم يموت أطفال بسبب الفقر وقلة التغذية والطعام. الخبيزة عايشين، أقول لك اليوم فيش فطور، حصار شديد، مؤامرة شديدة، وفيش حد شاعر فينا. منظمة Human Rights Watch تؤكد أن الاحتلال يعرقل توفير الخدمات الأساسية ودخول المساعدات المنقذة للحياة في غزة، متبعاً نهجاً يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. تأثير الحصار كما قالت المنظمة أصاب الأطفال بالدرجة الأولى، حيث بيّنت أن 90% من الأطفال دون سن 5 في غزة أصيبوا بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية نتيجة الأزمة الصحية والغذائية. إحنا بدنا مية، فيش شيء، إحنا بنتصحر بناكل كاتشب ومية وخلاص بننام زي إحنا نحن صايمين. حلقيت أنا يعني إحنا مش قادرين نقاوم الحياة، فيش إشي عشان إحنا نقدر ناكله، بدنا إشي عشان نصوم، وإحنا بنصوم لربنا بس عشان ربنا يغفر لنا. تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حذر من تعرض أكثر من 1 مليون فلسطيني من خطر الموت جوعاً في حال أقدم جيش الاحتلال على اقتحام رفح ووسع دائرة الحصار المفروضة على السكان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بدورها ذكرت أن 4.5% من الأطفال في الملاجئ والمراكز الصحية يعانون من هزال شديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية خطراً على الحياة. الواقع المزري في قطاع غزة دفع المنظمات الدولية إلى إطلاق صرخة استغاثة أخيرة قبل أن يقتل الجوع من لم يقتلهم قصف الاحتلال حتى هذه اللحظة.